هاي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. رجعنا للباك جراوند القديمه بتاعتنا اللي هي الستاره، ورجعت طبعا يا جماعه لشعري الكيرلي الطبيعي. طبعا هو مش افضل حاجه الكيرلي بتاعي، بس كان الواحد يحب نفسه في كل حالاته. مش موضوعنا بتاع النهارده، هكلمكم عن روتين كامل للعنايه بالبشره اقتصادي اقل من 15 جنيه. مفيش غير حاجه واحده بس هي اللي 150، ده لاي بنوته عايزه تبدا العنايه بالبشره، عايزه تهتم ببشرتها، مش عارفه تجيب ايه ولا تعمل ايه. والمنتجات، في منتجات اسعارها غاليه، لكن انا لملمت لكم كل المنتجات اللي سعرها فعلا تحت ال 15 جنيه، او نقول بالظبط كده تحت ال 20 جنيه. فتابعوا الفيديو ده للاخر، ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشير عشان نكبر، وتابعوني كمان على انستجرام وعلى تيك توك. ويلا بينا نبتدي الفيديو. اول حاجه واهم حاجه، مهما اشترينا في غسولات غاليه ومهما جبنا كريمات غاليه، هرجع اقول لك اهم حاجه الصن بلوك. اهم حاجه يا جماعه، دي خطوه اساسيه، لان الصن بلوك بيحمينا من حاجات كتير جدا، تجاعيد واسمرار والتهابات وكل حاجه. فاهم حاجه الصن بلوك، لو انت معاكي الفلوس هتجيب لك صن بلوك، هاتي صن بلوك، لكن الباقي ممكن تجيبي اي غسول اي كريم عادي، لكن اهم خطوه هي الصن بلوك. والصن بلوك اللي انا بستخدمه هو بتاع بوبي جل ده سعره 150 جنيه، موجود في اي صيدليه. ده ارخص صن بلوك، فيه تقريبا صن بلوك بتاع ايفا تقريبا برضو ده الرخيص برضو، بس انا ما جربتوش، بس ده بصراحه انا حباه. حلو جدا، قوامه خفيف، مش بيلزق البشره ويخليها كده تحس انها ملزقه، لا بالعكس حلو جدا. الجل ان هو ينفع للبشره الدهنيه والمختلطه، فبصراحه لاي بنوته عايزه تبدا تجيب صن بلوك، هاتي الصن بلوك بتاع بويجل. وفي منه اللي هو الكريم، بس ده لانواع البشره الثانيه اللي هي الجافه تقريبا والعاديه، لكن اللي هو الجل ده مخصص للبشره الدهنيه والبشره المختلطه. عرفنا اهم حاجه واهم خطوه هو الصن بلوك، بتحطيه كل يوم الصبح وانتي نازله، سواء بقى صيف شتاء. مش معنى ان احنا في شتاء يبقى ما نحط صن بلوك، لا لازم نحط صن بلوك يا جماعه، لان هو مفيد جدا للبشره وبيحميكي من حاجات كتير جدا. تاني خطوه ومهمه برضو، لما بنرجع من بره لازم نشيل الميك اب او نشيل الصن بلوك يا جماعه. الصن بلوك ده عامل زي الفاونديشن وزي الكونسيلر، لازم يتحاش مكياج. فالنزيل مكياج يا جماعه بتاع مايوي حلو جدا، هو كريمي كده شويه، بغض النظر يا جماعه عن شكله المبهدل، بس عايزه اقول لكم الفاضل هنا حبه، هو كريمي كده شويه، بتغسلي بيه وشك او بتحطيه على قطنه وتمسحي بيه، حلو جدا. سعره كان رخيص قوي تقريبا، يعني من 10 جنيه ل 15. عايزه اقول لكم الاسعار اصلا زي ما قلت لكم اللي هو من تحت ال 15 جنيه او بالكثير قوي بيبقى تحت ال 20 جنيه. فبصراحه ده برده من الحاجات الحلوه، لو انت بنوته وعايزه مزيل ميك اب بسعر رخيص ويكون حلو، يشيل معاكي كمان الماسكارا والكونسيلر والحاجات دي، ممكن تستخدمي المزيل مكياج بتاع ماي وي، بصراحه ده حلو جدا. تاني حاجة ودي بنعملها من مرة لمرتين في الأسبوع، وهو ماسك الطمي. الماسك الطمي ده يا جماعة تحفة جدا جدا، بنغسل طبعا وشنا يكون نضيف، ونحط عليه ماسك الطمي ده من 5 ل10 دقايق، هتلاقيه نشف كده شوية. اغسلي وشك بمية دافية، لكم بينظف البشرة حلو جدا، بينظف المسام، بيخلي المسام شكلها لطيف شوية، وبيفتح كمان البشرة، وبيطلع لك البثور السوداء والبثور البيضاء، وبيظبط لك كده البشرة، بيخليها ناعمة وحلوة وفيها لمعة كده جلوي كده شوية. فبصراحة ده برضو من الحاجات اللي هي طلعت حلوة جدا، وده كان شكله وسعره بالظبط كان من 10 ل15 جنيه برضو. فعايزه اقول لكم ده من الحاجات اللي هي الحلوه، لو انت عايزه تبداي زي ما بقول لكم كده في روتين، هاتي الماسك ده حلو جدا. ده كده واتكلمت عنه كتير جدا، وهو ماسك الرؤوس السوداء ده بتاع جميله، ده بخمسة جنيه بالظبط، ده الوحيد اللي عارفه سعره، يعني هو بخمسة جنيه. عباره عن جل لونه ازرق، طبقه خفيفه بتحطيها هنا كده، وبعد كده بتنشف، بعد ما بيعدي عليها تقريبا 10 دقايق او ربع ساعه تبداي تشيليها، بتبقى عامله زي القشر كده بتتشال، بيطلع البثور السوداء وبيطلع الرؤوس البيضاء، وبينظف في المنطقه دي، حلوه جدا جدا جدا. فانا عايزه اقول لكم دي من الحاجات اللي هي المهمه قوي. برده الغسول اللي اتكلمت عنه كتير جدا واللي انا بحبه قوي، هو الغسول بتاع بيور سكين بتاع الحبوب. اقول لكم ان ده لما بتغسلي بيه وشك لو في حبايه، بيمتص الالتهابات اللي في الحبايه، بيخلي الحبايه تنشف وتروح بعديها بكذا يوم،
من غير ما تسيب اثر، فده حلاوته يا جماعه بجد. فده احسن غسول انا جربته، ده كان تقريبا كان سعره 15 جنيه. الحاجات اللي هي حلوه لو انت وشك دهني او معرض للحبوب ممكن تستخدمي ده، هيفيدك جدا. وفي ناس استخدمته وما جابش معايا نتيجه، وما استخدمته بصراحه حبيته جدا وما طلعليش اي حاجه، بالعكس خفف من الحبوب شويه. يعني عليا وقت كده بيطلع كده فجاه حبوب، فبصراحه ده من الغسالات اللي انا بحبها جدا. فده كده اللي هو جيت فريش. ده يا جماعه بقى للبشره الدهنيه والمركبه اللي هي المختلطه. ده كوم جل خفيف بيرغي، حبه منه حلوين كده بيرغي وبيعمل فوم، 16 جنيه، ولكن حلو جدا، بينظف وبيسيب البشره مترطبه. فده برضو من الحاجات اللي هو حلوه جدا على قد سعره 15 جنيه بس. وده كان شكله اهو، فبغض النظر يا جماعه ان هو شكله متبهدل، لان عايزه اقول لكم يعني هو خلاص بيشطب. فبعد ما نغسل وشنا ونكون عملنا طبعا الماسك بتاعنا بشرتنا، بنيجي نحط السيرم. بنحط السيرم على بشره من البيه، وده السيرم بتاعهم سيرم برضو جميله. ده بيتبخ، يعني انت بتبخيه كده، مش زي اللي هو بينقط كده بالقطاره بتاعته، لا ده بنبخ كده سيرم. بصراحه حلو، على سعره تقريبا كان ب20 او ب15 سعره، فهو حلو جدا ان هو بيدي ترطيب، مش بينشف البشره. عايزه سيرم يرطب لك بشرتك حلو جدا، هاتي السيرم بتاع جميله، ده حلو قوي وسعره رخيص زي ما قلت لكم، 15 ل 20 جنيه. هو بزيت الارجان وفيتامين اي، فهو حلو جدا وبصراحه مفيد جدا للبشره، وبصراحه انا حبيت. هو كان سعره من 15 ل 20. السيرم بنستخدمه طبعا الصبح وبالليل، او انت عايزاه بالليل بس طبعا انت اللي يريحك. واخر بتبقى خطوه وهي الكريمات. ده الكريم بتاع ديليكيت اللي هو البي بي، ده كريم مرطب للصبح. هو بيقول لك ان هو بيحمي من اشعه الشمس وواقي شمس، لا هو مفيش الكلام ده، هو بيرطب لك بشرتك حلو جدا، وينفع جدا يوحد لون البشره، ده حلو قوي. وده كان شكله وسعره تقريبا كان من 10 ل 15 جنيه. واخر كريم واول بصراحه اول مره اشوفه واجربه، هو الكريم الليلي بتاع او 2 بتاع ماي واي. ده شكله سعره برده من 10 ل 15 جنيه. كريم ليلي قوامه تقيل، يعني مش تقيل ولا خفيف، هو في المتوسط. حلو جدا، بيرطب حلو قوي، بتصحي تاني يوم بتلاقي بشرتك فيها جلوي كده شويه ومترطبه، مش جافه خالص، لا بالعكس الترطيب بيفضل قاعد يعني شويه حلوين. وبصراحه ده من الحاجات برضو اللي هي عجبتني جدا، واول مره اشوف ماي واي بتعمل كريم ليلي حلو جدا، وسعره كان رخيص قوي زي ما بقول لكم كده، من 10 ل 15 جنيه. كده الحاجات اللي انت ممكن تبداي بيها كروتين العنايه ببشرتك بمنتجات رخيصه. شوفي اللي هينفع معاكي واللي مش هينفع، اللي هيناسب بشرتك واللي مش هيناسبها. حاجات بنعملها اسبوعيا وفي حاجات بنعملها يوميا. يوميا الصن بلوك والغسول والترطيب، اهم حاجه صن بلوك غسول ترطيب، ده اهم حاجه. واهم حاجه فيهم الصن بلوك يا جماعه. كان بنعمل ماسك مرتين ماسك، وبنظبط بقى بشرتنا، بنشيل الرؤوس السوداء وبنظبط بشرتنا طبعا، بنعمل حمام بخار وبنظبط الدنيا. انا عايزه اقول لكم لسه عامله تنظيف بشره امبارح بالليل، لو انتم متابعيني على انستجرام هتلاقوني كنت منزله الصور هناك، فروحوا تابعوني وتعالوا كملوا الفيديو. فانا عايزه اقول لكم بشرتي صح النهارده فيها جلوي كده بسيط، بصراحه التنظيف كان جامد جدا. فلو عايزين نعمل معاكم اكتبوا لي تحت في الكومنتات. الفيديو بتاع النهارده يا رب تكونوا اتبسطتوا وتكونوا استفدتوا. والبنوات الصغيره اللي عايزه تبدا روتين، ابداي بالمنتجات البسيطه وامشي واحده واحده. ويا ريت يا جماعه قبل ما نجرب اي منتج على وجه الارض لازم نعمل اختبار حساسيه، زي مثلا هنحط حته صغيره على بشرتنا او في الحته دي حساسه جدا، يعدي عليها ال 24 ساعة ولو حصل أي التهابات، احمرار، حبوب مفسفسة كده صغيرة، لا يبقى ده المنتج مش مناسب ليكي. هنا في الحتة دي أو ورا الودان، الحتة دي حساسة جدا. كان يعني الفيديو بتاع النهاردة يا رب تكونوا اتبسطتوا وتكونوا استفدتوا، واكتبوا لي أفكار تحت في الكومنتات وكومنتاتكم الحلوة. شكرا جدا، في الفيديو اللي جاي، باي باي.